لاعب بنوح يفقد هذه الكرة، تعود لأولمبلمدية من جديد، ثم بنوح في الجهة اليمنى البحث عن الحلول. الرقابة الآن واللصيقة على اللاعبين من كلا الطرفين، الاعتماد على المراوغة عن طريق عداد توفيق التوجيه. الله، لا 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 لا، هدف مباغت، هدف مباغت تماما بطريقة ولا أروع، فيها الكثير من الذكاء. الحارس كان خارج هنا، توقع أن يتم توزيع الكرة، توقع أن يتم توزيع الكرة في منطقة نقطة العمليات، ولكن هذا اللاعب يا محمد الأمين، هذا الهداف القادم من شبيبة سكيكا يواصل التألق. حمداش المدافع الأيمن بذكاء كبير يلهب مدرجات أنصار أولمبي المدية الحاضرين بقوة هنا بملعب برج بارريج. نشاهد الإعادة، التوزيعة كانت ذكية جدا، وتقدير الحارس خطأ من الحارس هنا، الحارس خطأ فادح. نعم، خطأ فادح من الحارس، خطأ فادح من الحارس، لا يجب التوقع في مثل هذه الحالات. يبي ان بو تشونس باسكو نظن على ما اظن تدير النيه تاع